صار في الشبكيه في صحتك وشبكيه في العافيه ان شاء الله كل الاخبار باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم كثير، كل عام وأنتم بألف خير. بنحيي كل اللي بتابعونا وبيشاهدونا من داخل وخارج السودان، بنقول لكم دائما عيدكم مبارك، ربنا يديم المحبة والمودة بين الناس، ربنا يديم العلاقات الطيبة. العلاقات الطيبة دائما بنلقاها في الحلة وبنلقاها في الحي وبنلقاها في المدينة، اللي بتكون بتتسم بسمات ممكن نلقاها مختلفة من مكان لآخر. إذا تكلمنا عن مدينة كسلة باعتبارها واحدة من المناطق وواحدة من الأماكن الجميلة بالقاش وبالبساتين وبالحدائق، دي كلها حاجات بتخلي الإنسان يعيش في عالم من العوالم، وبتنتج بالتأكيد إذا تربى في المنطقة دي بتربى على الطبيعة وبينتج لنا إنتاج غير عادي. أكيد إحنا لما نتكلم عن القاش ونتكلم عن توديل، كثير من الفنانين والشعراء اتكلموا عنها، وكثير من الناس اللي يمكن ما عاشوا فيها كثير قالوا فيها أجمل القصص والروائع. خلينا نتكلم الليلة مع واحد ونلتقي بشخصية من الشخصيات اللي عاشت في المكان ده، واللي تربت على الصوت الجميل، صوت الربابة بالصباح، واللي بتسمع أصوات الغدير، خلينا نقول، وخلينا نسمع كثير من العادات السمحة إذا كانت لشرق السودان. شخصيتنا اليوم هي شخصية جميلة وفريدة، لها من الصوت الرائع والجميل والرنان اللي دخل كل البيوت السودانية وكل القلوب. سعيدين أنه نعيد ونكون في بيت الأستاذ الكبير والفاضل إبراهيم حسين. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم، كل عام وأنت بخير. أهلا ومرحبا حبابكم عشرة، و كل عام وانتم بخير ان شاء الله بالصحه والسلامه. ربنا يديك الصحه والعافيه. طمنا على صحتك، كيف عامل ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. شكرا. الحمد لله وشكرا لله. كسلة دي خلينا نبدا بها، احنا حابين الليله العيديه دي نديها عيديه ونديها ناس تقرب منك اكثر وتعرف عن الاستاذ الكبير ابراهيم حسين، وتعرف يعني كل الجوانب المحيطه به، من مكان التربيه للظروف اللي خلت منه فنان معروف وفنان شهير. نبدا بكسلة، نقول دي البداية ولا كان في بداية قبل كده؟ لا نعم، كسل البداية. أيوة، بداية كسلة كان خصوصيتها شنو بالنسبة لك؟ خصوصيتها كسلة هي المولد والنشأة و والإضافة في طبيعتها الجميلة و الطبيعة هي مدينة ملهمة تأثير صح؟ بالطبع. أكثر حاجة كانت بتلهمك شنو؟ يعني القاش ولا توتيل ولا البساتين والحدائق المعروفة هناك، سواقي زي ما بيقولوا أهل كسلة، كل هذه أشياء يعني لها خاصية في كسلة، في نفس أبناء كسلة وأيضا الذين يزورون كسلة بيستمتعوا بالقاش وجبال كسلة الشامخة وأيضا السواقي والخضرة كما ذكرت قبل شوية. أيوة، والمانجا السمحة والبرتكان دي كلها حاجات خلينا نقول خصوصية، اللي هي الألوان بتخلي الإنسان في نفسه عنده يعني كثير من الميزات بالطبع. وأيضا ناس كسلة ناس طيبين. صحيح لهم التحية جميعا. البيئة دي هل هي اللي جعلت منك الأستاذ الفنان والملحن، ولا خلينا نقول إنه كان في ظروف تانية حواليك هي اللي خلت برضو إنه ناس تشجعك أو ناس من حوالينك تجعل منك أستاذ إبراهيم حسين؟ هو طبعا الفنان ده شيء موهبة في الإنسان. أيوة. بعد ذاك الطبيعة والمجتمع و الحياة اللي حوالينك بتساعد وتضيف على الزول شيء جماليات كثيرة. كان عندكم في الأسرة زول بغني ولا أنت بس قمت براك كده عندك الموهبة دي؟ والله برايا ما في زول يغني. هل قلت كيف الناس معاك ساعدوك ولا وقفوا معاك ولا ناس كده قالوا لك الدرب ده ما تبالي؟ والله أنا فرضت نفسي عليهم يعني. أها، لقيت يعني في ناس وقفوا معاك؟ أيوه يعني في الناس اللي شجعوا، وفي الناس اللي كانوا، وخاصة الأسرة يعني أنا والدي راجل زهرة التجانية ورايل يعني يقرأ قرآن رئيس مجموعة، أيوة طوالي الخميس
والاثنين في بيتنا الليالي وكده وبتاع ما شاء الله. ايوه وحتى لما جاءوا خبر ان انا زمان ما في كمانجات ما في فرقه بيقول لك العواده فانا مره من المرات العده السيو في البنايه فسمعت الحاجه زينب قالت له ولد قالوا داري يبقى عوادي فقال لها دي شيطانه بتاعت اطفال ساكت ما يعني فما اهتم بالحكايه فهي مقلب المساله بقت جد بعدين في الاخر عرفت انه هو ذاته ابوي كان فنان كان رجل طنباري والله بيمشوا الخاتمية يمشوا الاحياء بتاعت كسله يعملوا الطنبور ايوه يعني الحكايه ما جات ساكت من الفراغ احنا نبدا يعني كلامنا الجميل ده ولسه هنتكلم عن الاسره بس نسمع برضو حاجه من الاغنيات الجميله في السلسله زي ما رجعت على حلقه بكره الشوق يقربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقه حراقه وبنتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى الشوق يقربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقة حراقة وبنتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى بهجة الفرحة غناوينا وحكاوينا غناوينا وحكاوينا بشاشة حبنا السمحة وليل الصبح ما لاقى بحسه يقول بنتلاقى وليل الصبح ما لاقى بحسه يقول بنتلاقى 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 مهما جرت الأيام شالت بهجة الفرحة غناوينا وحكاوينا غناوينا وحكاوينا بشاشة حبنا السمحة وليل الصبح ما لاقى بحس يقول بنتلاقى ليل الصبح ما لاقى بحس يقول بنتلاقى بنتلاقى الشوق قربنا في الشتوعي الصافية
جايبين ضوار ظروف رويانة بالعافية. توري الناس مشاعرنا مشاتي الحبنا الخافية. توري الناس مشاعرنا مشاتي الحبنا الخافية. ننسى الدنيا فراقة ونتلاقى نتلاقى نتلاقى نتلاقى. بكرة الشوق قربنا وشيل خاطر طيب وغني الفرقة حلاقة وبنتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى بنتلاقى نتلاقى نتلاقى. مرحب بكم مشاهدينا مرة ثانية، يتواصل معاكم ودائما نحن مع الغنى الجميل والصوت الجميل ومع أستاذ إبراهيم حسين. من حيك مرة ثانية يا أستاذ إبراهيم، ودار أسألك سؤال تقليدي لكن ما تقول لي بالله كل الأغاني أولادي وكلهم بحبهم وكلام زي ده. أكثر الأغاني اللي أنت بتحبها لنفسك شنو؟ لازم تكون في حاجة كده قريبة، ما ممكن كلهم. في الأغنيات العلامة يعني الأغنيات من خلالها ظهر إبراهيم حسين ديل قطعا فيهم عندهم ذكريات قديمه، مثلا اغنيه ساعه الغروب، ايوه اغنيه البدايه مع صديقي شاعر اسحاق الحلنجي، يا سلام مثلا اغنيه نجمه اغنيه شجون، يا سلام. اما الباقي كله بحبه زي اولادي برضه. لكن ده للبكر، ده اكثر البكر، ده للبكر. ذكرت استاذ الحلنجي، واستاذ الحلنجي له التحيه طبعا، هو برضه من هذه المدينه الجميله مدينه كسلة اللي برضه اخرجت منه يعني هذا الابداع الكبير. العلاقات الاولى اول ما كده انت قلت لي قبل ما نستمع للاغنيه بانه ابوك كده خلاص يعني خلاص اتيقن بانك انت هتكون فنان وهتخش المجال الفني، اول علاقاتك الفنيه كانت مع منه؟ مع الأستاذ الحلنجي ولا كانت بدايات مع شخصيات تانية؟ والله صح مع إسحاق. أيوه إسحاق بدينا سوا. أها هو بدأ يكتب شعر وأنا أيضا كنت عايز أعزف بفنان. أي فقريت أغنية اسمها الأبيض ضميرك. أي للشاعر الناشي إسحاق الحلنجي. نعم. و لي صديق عازف في الفرقة بتاع أصدقاء الفن، قلت له يا أخي قريت أغنية لشاعر جديد اسمه إسحاق الحلنجي، أسرة الحلنجي أسرة مشهورة في كسلة معروفة. صحيح. فقال لي يا أخي نسيبه إدريس أستاذ مدرس معي في مدرسة واحدة، فكلمه يعمل لنا مواعيد، فكلمه فعلا ومشينا لإسحاق في البيت في ليلة من الليالي في أمسية من أمسيات كسل الحلوة، ويوم بتذكره ليلة كانت مغربة مغمرة وجبل كسل الشامخ كده، و يا سلام بيوت ناس الحلنجي تحت، ايوه تحت الجبال طوالي، تحت الجبل طوالي في الختمية، ايوه وجنب توتيل. جينا لإسحاق تعرفت عليه، قال لي والله يا أخي أنا ذاتي سمعتك يا اخي انت، والله يا اخي ممكن نتعاون مع بعض. دي البدايه، فبدت بيني وبدت صداقه واستمرت الشغلانيه. كتب لي ساعه الغروب وغيابك طال والمجموعه دي كلها بتاعت الاغاني اللي هي. وبعد ذلك طبعا انتقلنا جينا الخرطوم انا واسحاق الاثنين. اتفقتوا سوا؟ ايوه
المشوار ده كله نحن مع بعض. يا سلام. من 66 وإسحاق شاعر ممتاز، أنا شعره بحبه جدا. يا سلام يا سلام. ربنا يديه. والعلاقة بينه وبينه الآن تخطط على الشاعر وفنان على مستوى الأسرة نحن علاقاتنا يعني متواصلة وممتدة مع بعض. أيوة مع بعض. يا سلام، ربنا يديم المحبة والإلفة. وده الشيء الجميل اللي احنا بنقوله ما بين أسر الفن، خلينا نسميها اللي هي من الجيل، جيل أستاذ إبراهيم حسين، اللي كان بينهم ما بس علاقات فنية وبس، كانت علاقات أسرية وعلاقات جيرة وعلاقات محبة وحتى صداقات سفر كمان كانت بيناتهم. الناس كانوا بيتفقوا سوا، علشان كده المنتوج الفني الغزير ده كان منتوج جميل. أستاذ إبراهيم، أنت قلت لي بأنه بتحب أنك تلحن لنفسك، بتحس أنها أقرب لك، يعني تسمع القصيدة كده بتحب تلحن لنفسك. هل لحنت لفنانين برضو، لشعراء ولفنانين كان في تعاون بينك وبين؟ ايوه لحنت لي، ما كنت ما عدد بسيط، لحنت لي اخونا عبد العزيز المبارك. ايوه البسمه دي وين تتلقي. يا سلام. لكلمات الحلنجي برضه. نعم. ولحنت لي الفنان الشاب عز الدين عبد المجيد اغنيه شايل في خاطره. ايوه جميل. دول الفنانين الاثنين اللي انت لحنت لهم. ايوه الحقيقه هم طلبوا مني وهم قراب لي. ايوه عبد العزيز قريب لي وراي الاخي يعني الصديق. صحيح صحيح. يبقى احنا نتواصل معاك ونمشي فاصل مشاهدينا ونرجع لكم ثاني، خليكم معنا. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا الجميلة والرائعة باللحن الجميل والصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حسين. يبقى معناها من سنة 1966 لما ترافقت أنت والأستاذ الكبير الحلنجي وجيتوا من كسلة للخرطوم، كان اتفاق مع بعض وسافرتوا سوا في العام ده نفسه، كان عام برضو مهم جدا بالنسبة لك. أيوة جدا. إسحاق حقيقة إسحاق جابوا ببالي وأنا بحكي لك أنه مشيت لهم في البيت في الختمية ولحنت الأغنية بتاعت الأبيض ضميرك، و في نفس السنة سمعت فنان ناشي من الشمالي اسمه الطيب عبد الله بغني فيها في برنامج اسمه أشكال وألوان لأحمد الزبير. يا سلام. أيوة. وبعد ذاك أنا ابتديت ألحن أغاني تانية، لحنت اسمها أغنية اسمها إلى هاجرة اللي هي أول أغنية سجلتها. إسحاق يجي قدامي، أنا بعد ذاك جيت الإذاعة، حتى كنت ما بعرف الإذاعة كانت صعبة جدا. ولقيت الأستاذ الفنان الكبير العالي محمد الحسن. نعم. قلت له يا أخي أنا إبراهيم حسين بتاع من، قال لي الحلنجي كلمني عنك، وفعلا فتح لي المجال، دخلت الإذاعة ولقيت رئيس قسم الموسيقى أستاذ برعي، حجزوا لي لإجازة الصوت. أيوة. 66 أجهزة صوتي ورجعت كسلة لحنت، قال لي تجيب أغنيات على مستوى الإذاعة لأنه أجهزة صوتي كنت عندي أغنيات محلية كنت بغنيها في كسلة. أيوة أيوة. فرجعت كسلة استعديت من جديد. لحنت إلى هاجرة وساعة الغروب للحلنجي. أيوة. جيت. يا سلام. سجلت ومبدأت المسيرة. بعد ذاك إسحاق يكتب الدينو وأنا ألحن. أنت تلحن، إحنا دارين برضو نستمع لواحدة من الألحان الجميلة والكلمات الرائعة من الأستاذ إبراهيم حسين، نسمعها ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. سؤال نايل ثمان ردود
والعيد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو لما العيد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو يحن قلبي يبين ودو سؤال للزمان ردو ترجع لي ويرجع علي معاك بصري معاك بصري وعاين في العيون سهري قولي لي يا شاعل من عمري من عمري كيف ريت صبح قدري نغمة حبيسة في خاطري في خاطري ألملم للفرح وقتي ألملم للفرح وقتي وأقول بغني لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو لما الريح يحن قلبي يبين ودو سؤالنا يلزمان ردو ترجع لي يا مالي سواي مالي سواي وكنت الرضا في جواي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي وعذاب نلقى زمان شواي ليلة من دنياي الليلة رحيله من دنياي لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو يحن قلبي يبين ودو للحزن مرسى وسيب الكان عشان انسى لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو يحن قلبي يبين ودو سؤالنا زمان ردو
عذاب للكان زمان شواي زمان شواي وحيد الليلة من دنياي الليلة رحيل من دنياي لما الريل يفوت حده يبقى مصير نبيته لما الريل يفوت حده يبقى مصير نبيته يحن قلبي يبين وده نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا الجميلة والرائعة باللحن الجميل والصوت الجميل الأستاذ إبراهيم حسين. أستاذ إبراهيم، إحنا من بعد ما بدت المسيرة وخلينا نقول إنه خلاص بعد كده الناس ابتدت تعرف الصوت وبدت تعرف الطريقة برضو بتاعت اللحن اللي كانت مختلفة خلينا نقول، وكان فيها شيء من التجديد والجماليات غير الثنائية اللي جمعتك مع أستاذ الحلنقي، منو من الشعراء ومنو من الملحنين برضو اللي استعنت بهم؟ لأنك كنت أنت برضو بتلحن لأغانيك، منو برضو اللي استعنت بهم من الملحنين لأغانيك؟ والله أخيرا في عندي صديق أستاذ اسمه محمد عبد القادر غنيت له أغنيتين، وأيضا أخونا الملحن ابن كسل عمر الشاعر أيضا لحن له أغنية واحدة. أما باقي أغنيتي كلها من ألحاني. وليه إنك بتلحن يعني لا أقول ليه أنت بتحب إنك تلحن لنفسك، يعني ما حاولت إنه تخلي الناس بتحس إنه الكلمة دي أقرب لك إنك أنت تلحنها، ولا بتحس إنه الأفضل لشخصيتك تكون أخذ الكلمة؟ أخذ الكلمة أي أبا عيشة لو لقيتها عجبتني ببتدي ألحن فيها براي. اصلا المغني اذا عنده مقدره يلحن افضل يلحن لنفسه. كنت بتلحن وين يا استاذ ابراهيم؟ في البيت يعني. تطلع برا كده على السواقي ولا تشوف القش ولا بتحب انك تكون في لا البيت؟ لا يعني اصلا لما يجي شيطان الغنى الواحد في اي حته يبتدي يلحن. ايوه. يعني اغنيتي الجميله الشجون اللي بيحبوها هسه الناس. ايوه دي لحنتها في الخور ده، خور ابو عنجة ده. بالله. أيوة. والله انا كنت انا واسحاق ثاني يوم في العيد عيدنا لاخونا الفنان محمد اللمين في البيت. وجينا ماشيين حقيقه كنت جاي من كسل، اديتها الاغنيه اديتها استاذ برعي دخلوها اللجنه بتاعت النصوص. قلت لمحمد اليمين يا اخي الاغنيه لو جيزت عندي اغنيه كلماتها جميله من كجراء لو جيزت اجيب عليك تلحنها لي. كنوع من التعاون لانه محمد اليمين لحن لعركي. ايوه. وراجل يعني فنان كبير عنده مقدره. صحيح. كويسه في التلحين. نعم. فسالني قال لي يا اخي تلحن لك الاغنيه بتاعت الغروب؟ قلت له لحنتها براي. قال لي يا ابراهيم انا بقترح انك تلحن دي لو احتجت لاي معاونه بتعاون معك. واخشى ان اخط عليك في حته ما تلاقي صوتك وكده. فجينا ماشيين لما جيت الكوبري بتاع ابو عنجة ده اسحاق ماشي البيت، اسحاق بيتهم في حي البسطة. انا نزلت من الكوبري نزلت والاغنيه كنت حافظ كلماتها. واخذت كلام محمد فراسي انه ابتدي الحين يمكن انجح فيها. فعلا بديت الحين وانا في الخور ده كنت بلحن لما يجوا ناس ماشيين اعمل نفسي زي اللي عندي حاجه كده. يفوت وابتدى اغني طوالي. لما لحنت المطلع الاول و قبلهين فمشيت النادي في المساء طوالي بمشي نادي الفنانين عندي اصدقاء هناك اخونا حسين عبد الله والدخت الفنان رمضان حسن واخونا عبد الرحمن عبد الله من اولاد عطبره موجود حتى في سلاح الموسيقى. فجيت قلت لهم يا اخوانا انا جبت لي لحن جميل عاجبني فبكره تيو نقيل نعمل بروف وبتاع. فعلا قالوا يا اخ بكره عندنا تسجيل للفنان حسن خليفه العطبره وبينتهي 11 تعالينا في 11 لو انتهينا بنمشي معاك البيت. فانتهوا فعلا شلتهم ركبنا تاكسي جينا البيت كنت ساكن في العباسيه هنا عباسيه الشريك محطه عبدين. جينا البيت وابتدينا نبرف في الاغنيه فعلا عجبتهم لحد المساء شجون دي انتهينا منها.
سبحان الله. ثاني يوم طوال مشيت حاجة السريع في الإذاعة وسجلتها. أيوة. فمن ديك زي حصلت ليلو من ال 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 المقدرة أنه ممكن يلحن. من ديك استمريت بلحن طوالي. أيوة أيوة أيوة. والألحان كلها جميلة حقيقة، ألحان رائعة وجميلة. وخلينا نقول بأنه السند اللي أنت لقيته من الأصدقاء من الملحنين ومن الفنانين ومن الشعراء ده جانب مهم طبعا في حياتك. نجي برضو بنقول إنه الجانب الأسري أيضا يعني جانب برضو مهم جدا، هو اللي بيدعمك برضو، هو اللي بيديك. فحابين برضو نتعرف على أسرتك يعني. لا أسرتي لما نبتدي أغني أنا بقيس الأغنية الحلوة بيهم. لما أغني لو شفتوا غنوا معاي معناها الأغنية جميلة. أيوة. فمعظم الأغنيات اللي لحنتها في البيت هم بشاركوا بالسمع، بالذات زوجتي دي. أيوة. مرات تلبت وتغني معي هي برا. والله ايوه. يعني من الاغنيات اتذكر حاجه زي دي، شمعة سهرانه وتعيش انت دوم خيرك. يا سلام. اغاني خفيفه والريده جات متاخره لي، كلها من الالحان. أيوة. اللي لحنتها في البيت و بيجوا مرات يشاركوا معي. يا سلام المشاركه دي. احنا لما احنا الاغنيه واغني لو ما شفتها حفظوها يغنوها معي بعيد النظر فيها. بتفتكر بانها ما وصلت، انت معناها بتبدا التجربه من البيت. أيوة. صح؟ لا ايوه نحن ما وصلوا. ايوه ايوه تبدا التجربه من البيت، نجحت الفكره معناها يعني الناس هي كده اصلا. النغمه الجميل الناس بيقولوا معك طوال ما يعني الناس الفنانين الاسره بتاعت الفنان اسوا النغمه الجميله الناس يعني بيستوعبوه يغنوا معك طوالي. صحيح صحيح. عشان الكلام الجميل اللي انت قلته احنا حابين نتعرف على اسرتك. فقرتنا الجايه هنقوم نتعرف على اسره الاستاذ ابراهيم حسن. خليك معنا. بنحييكم مره ثانيه مشاهدينا ونتواصل معاكم، وفقرتنا دي جميله لانه احنا مجتمعين بالاسره الكريمه للاستاذ ابراهيم حسين. سعيدين اول حاجه بيهم، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يديم ان شاء الله جماعتكم على خير، ونشكركم يعني نشكركم كثير على استقبالكم لنا. حابه نبدا بالاستاذ فتحيه زوجة الاستاذ ابراهيم حسين. اهلا ومرحبا بك وكل سنه وانتم طيبه. مرحبا بكم كل سنة طيبين. ما شاء الله مسكت ماي بتاع الفنانة. كيف أخبارك؟ إن شاء الله أنت كويسة. والله الحمد لله. الله يخليك. هي زوجة الفنان دائما بتغني. هو قبيل قال لنا كده كلام بأنه بتدندني معاه وبتقعد كده براكم وبتغنوا سوا. والله فعلا كده ألحان يعني بنشاركوا الألحان. أيوه. فالفكرة بتاعت الفن دي يعني في عندنا فينا في الدم. أيوه. انت برضه بتحسي بانك ممكن تديه اضافه جمل. أيوة. يعني لحنيه زي ما بقولوا. اي والله. شنو من الحاجات اللي حسيتي بانك تدخلتي فيها كده ويعني قلت له والله انا رايي انه يكون كده ولا يكون كده؟ والله في اغنيه يعني هي قريبه مني شديد. اللي هي شنو؟ فهي بتقول ما بنقول يا دنيا حاجه لما بالاحزان تجينا، العمر ما كله فرحة مرة لينا ويوم علينا. فالأغنية دي يعني قريبة مني شديد وبحبها وبحب أرددها، وبالعود معانا جلال ونقعد نغنيها ونشيلها. أيوة كلنا يعني احنا لازم نغني ونشيل. ما في جدا جدا ما في مشكلة. يديك الصحة والعافية إن شاء الله رب العالمين. أعرف ببنات الأستاذ إبراهيم حسين. أعرف عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا منى إبراهيم حسين. أول حاجة أحب أهني الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، ويا رب يدعال علينا بالخير والبركات إن شاء الله يا رب. يديك الصحة والعافية. تعرف عليك أكثر دراستك؟ والله أنا تخرجت أصلا من كلية علوم الشروط والقانون بيروت بدل الملازم، وحاليا بعمل في قسم القصة ومدرمان. أهلا بك والله. الله يخليك. تسلمي. الله يخليك. دائما نقول الانضباط حتى برضو يعني أيوة ما فايت يعني فايت الأسرة. الله طيب علاقتك بالفنشر وعلاقتك يعني مثلا تحبي الشعر، طرحتي شعرة، صوتك حلو بتغني ولا؟ والله هي ما حاجة كده، لكن طبعا يعني الغنى ده يعني هي ما زي ما بيقولوا حسيت كده ممكن تاخذ الزول يعني. أيها. يعني فالاستاذ مرات لما يغني الناس بتشيل معاه وكده. أيها. يعني أيها. ما لكن ما حاجه كده يعني اساسيه. بتشيل معاه صوته حلو ما في زول صوته ما حلو يعني. والله الحمد لله يعني ما على قدر كده. هنعرف الكلام لبعض. اهلا بك يا زينب. كيف صحتك؟ كويسه؟ تمام والله. يلا علاقتك شو؟ هسال نفس السؤال اللي سالته لمنى.
علاقتك كيف بالفن والغناء؟ بتغني؟ عندك شعر؟ بتلحني؟ والله ما بلحن، لكن يعني بغني بغني يعني كويس. بحب الغنى والله، يعني حاجة زي ما بيقولوا جارية في الدم وكده. بحب الغنى وبغني حتى في المدرسة يعني. والله كمان في المدرسة كويس، مشاركة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى أبو علي زي ما تفضل أستاذ إبراهيم، أنا صديق للأسرة دي وبعتز جدا بصداقتي لهذه الأسرة الجميلة والرائعة بصراحة، وأكيد أكيد انتهز الفرصة دي برضو عشان أهني كل الشعب السوداني بالعيد السعيد، وأكيد التهنئة تمتد لأهلنا في ولاية كسل كلهم. نعم. ويعني لعل الزائقة بتاعت أهل كسل يمكن هي الأنجبت أستاذنا الكبير إبراهيم حسين، والأسماء صحيح. الكثيرة اللي جات من كسل يمكن صحيح. على رأسها أستاذنا إبراهيم حسين صحيح. يعني هي فعلا فرصة بالنسبة لي جميلة، وأنا جاي أعيد عليهم يعني. والله يعني العيد مبارك عليك أنت كمان وعلى أسرتك، وما أفتكر أنه يكون في زول صديق للأسرة ما يستغل حكاية أنه يستمع لأغنيات ويستمع لألحانه وهو قاعد كده ودندنة تكون موجودة، صح ولا لا؟ أكيد. ده استغلال الأصدقاء، لازم يكون موجود صح؟ بتقعدوا يعني دائما في قعدتها بتكون بس مجرد بس يعني عيدية، ولا برضو بتحبوا كده تعملوا دندنة كده بيناتكم كده؟ تحب تستمع له وهو يغني، تسأله من الجديد شنو، هل ممكن اللي قدام ان شاء الله ممكن يلحن ثاني قدام، او تذكره برضه ببعض الاغنيات الفاتت؟ هو فعلا يعني الواحد قدر ما يجي لاستاذنا ابراهيم حسين، هو بيجي وانت ماشيه على البيت يعني بتحسي بانه في زخم من الاشياء وزخم من ابداع كبير يعني. اكيد هو اتخلق بعد يعني اشياء كثيره متراكمه خلينا صحيح. نقول أيوة. وهو فعلا قدر ما نجي، هي زياره الفنان بتختلف اكيد من زيارتك لانسان عادي يعني. فدائما الواحد فعلا بيستغل الفرصه دي في انه بيبقى السؤال ممكن عن ميلاد الاغنيات كانت كيف، عن اسفارهم الكثيره هم جميل. بيحملوا الفن الاصيل السوداني ده صحيح. يعني صحيح. وكانوا ينشروه يعني بين صحيح. الامم وفي دول الجوار وكذا صح. فدائما نحن بنجتر معهم ذكريات جميل. وبنسال عن اغاني وبتحاولي مرات تسالي انه يا اخي الاغنيه ديك ليه وكان دي، فهي فعلا دائما مسامره جميله. انتوا الاقرب ليهم يعني، انتوا محظوظين من الناس اللي بيكونوا فعلا محبين جدا لاستاذ ابراهيم حسين، يمكن ما عارفين بعض التفاصيل لكن انتوا باعتباركم اصدقاء للاسره بتعرفوا. ربنا يديك الصحه والعافيه ونتعرف عليك. شكرا جزيلا لك، كل سنه طيب. بتفضل تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد ادم شريف ابن اخ الفنان ابراهيم حسين. استغل هذه السانحه واهني الشعب السوداني والامه الاسلاميه بحلول العيد الفطر المبارك، ربنا يجعله عيد فرح وبهجة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. طبعا أنت من المحظوظين برضو أكثر، خلينا نقول إحنا تكلمنا عن الأصدقاء لكن حظك أنت أوفر طبعا، لأنه العلاقة بتحت القرابة طبعا بيكون فيها معروف يعني معرفة أكثر وفيها معلومات أكثر كمان عن الفن، غير إنه ممكن نقول إنه برضو ممكن تورثوا حاجة، برضو إن شاء الله ورثوا حاجة من الأستاذ إبراهيم. والله كان في اهتمامات في الصغر كده، عزف عود وغنى، لكن ما كويس مع طيب. ده كلام كويس. ماتت مع الـ مع الـ مع الزمن. لا هنحييها الليله ونحيا حسي، تختاروا لنا اغنيه كده ونقوم تغنوها مع بعض. تحبوا شنو اكثر حاجه تغنوها وتدوها كده عيديه لكل المشاهدين طبعا بصحبه استاذنا الكبير؟ يحب تغني شنو يغنوا معك شنو يا استاذ ابراهيم؟ نخلي الخيار لك انت. اقول اغنيه بتحبها الملام. يا سلام، شوفوا الاحترام كيف. يا سلام عليك. عشناك غنى يا اجمل منى، ان شاء الله في عرشها هاديه فرحت لي منى، يا الله في عرشها هاديه فرحت لي منى. لا 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 بريدك وريدك انت زادني الفي عمر، بريدك وريدك انت زادني الفي عمر. قبلك يا متهنا يا موكنسي، قبلك يا متهنا
يا مو خمسين شايلين المحنة هم نبني لنا شايلين المحنة هم نبني لنا هم نبني لنا جنة لمن عشناك غنى عشناك غنى وإن شاء الله في عش هادية يا الله في عش هادية معك ريت نتيمو قلوبنا معك معك ريت نتيمو قلوبنا معك ليمو همنا ابنينا شايلين المحنة همنا ابنينا همنا ابنينا جنة لمنا عشناك غنى عشناك غنى إن شاء الله في عش هادية فرحة لمنا يا الله في عش هادية فرحة لمنا يا سلام يديك العافية يا أستاذ يديك الصحة والعافية إن شاء الله في عش هادية فرحة لبمنا إن شاء الله فرصة طيبة وهنيكم جميعا بعيد الفطر المبارك وعبركم أيضا وهني غناة شروق شكرا لك والتيم العامل فيها وإن شاء الله في عش هادية فرحة لبمنا يا رب العالمين تلم الجميع إن شاء الله كل عام وأنتم بخير صحة والسلام وحقيقة أستاذ إبراهيم حسين من الفنانين المحترمين يعني الشعب بيحبه وبيحترمه وبيحب ألحانه وبيحب كلماته وبيحب يعني تفاصيل الأغنية اللي هو بغنيها مختلفة حقيقة وفيها الفرحة والبهجة نحن مننا بنقول لك كل سنة وأنت طيب وبنعيد عليك وتسمح يعني تاخذ مننا الهديه البسيطه اللي احنا مقدمينها لك كعيديه مننا لحضرتك يديك الصحه والعافيه ان شاء الله وكل سنه وانت طيب يديك الصحه والعافيه شكرا لكم كثير شكرا لاستقبالكم الجميل لنا يا جماعه يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله دائما تعيشوا في عش هادية تلمكم بالخير والسعاده والهنا ولكم انتم كمان مشاهدينا صوت كعب زي الليلة لا معقولة إلا إصراركم يعني والله لا أجمل صوت أنا ما جالس للغنى لكن بس وفي أحلى إنك يعني تغني مع أسرتك يا أستاذ إبراهيم كان لازم يعني كان لازم أيوة إحنا تبسطنا وسعدنا بك والله ربنا يديك العافية شكرا لكم مشاهدينا كان لازم وفي اثنين فنانين دخلتهم في صورة اكتشاف مش كده أيوة اكتشاف جديد يديك الصحة والعافية أستاذ إبراهيم شكرا لكم مشاهدينا إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ربنا يديكم الصحة والعافية دائما مشغولين بالخير والسعادة والهنا يديك العافية مع السلامة عاتب يوم ويريع يوم بيعذبنا بيريدو ويتحدى أنا يوم يزعل يقول أقدار ما في إيدو نقول يا ريت لو يعني عذاب الحب تنهيده لا 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 نسأل عنك أطول وما همي هو كان غيبنا
فريق.